مرحبا أعزائي طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص إعلام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات المدخل إلى علم الصحافة أو إلى الصحافة. هذا الكتاب من تأليف جامعة العلوم والتكنولوجيا، ألفه الدكتور محمد القعاري لصالح الجامعة، إعداد وتقديم الدكتور فيصل علي. الحلقة 11 وهي مفردة لتحرير الصحف وإخراجها. أهداف هذه الوحدة: يتوقع من الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة وتطبيق محتوياتها أن يكون قادرا على تبيين أهمية تحرير الصحف وإخراجها والتمييز بين الصحف من حيث شخصيتها وشرح كيفية تحرير الصحف المحافظة والصحف الشعبية والمعتدلة، ويلم بإخراج الصحف المحافظة والشعبية والمعتدلة، ويصنف قراء الصحف المحافظة والشعبية والمعتدلة. التحرير الصحفي كعملية اتصالية، يشمل هذا المفهوم التحرير الصحفي من حيث كونه عملية اتصالية جماهيرية متكاملة مستمرة. يقوم المحرر الصحفي بجمع المعلومات الصحفية ثم يقوم بمعالجتها وصياغتها كرسالة أو كمضمون ومحتوى صحفي معين، سياسي أو اقتصادي رياضي، في شكل قالب صحفي مناسب، قد يكون حديثا خبرا مقالا، ثم يرسل أو يبث من خلال وسيلة الاتصال الجماهيري التي يعمل فيها الصحفي، وهي الصحيفة. تبث هذه المواد أو العملية الاتصالية إلى المستقبل، إلى الجمهور، لتحقيق أهداف الصحيفة من هذه العملية الاتصالية. ومن خلال ردود الفعل يتم تقويم الرسالة الصحفية وتعديلها لتكون يعني أضبط في الرسائل التي ترسل بعدها. التحرير الصحفي كخطوة من خطوات إصدار الصحيفة يقصد به عملية يومية أو أسبوعية حسب دورية الصدور، كما تحدثنا في الحلقات الماضية. حسب صدور الصحيفة يقوم بها المحرر الصحفي المتخصص بالصياغة الفنية والكتابة الصحفية أو المعالجة لمضمون المادة الصحفية التي جمعها من مصادر مختلفة في أشكال وقوالب صحفية مناسبة، ثم يتم مراجعتها إعادة صياغتها ثم نشرها. التحرير الصحفي كعملية فنية كعملية فنية كتابية هو أحد فنون الكتابة النثرية الواقعية، وهو عملية تحويل الوقائع والأحداث والآراء والأفكار والخبرات في إطار التصور الذهني والفكري إلى لغة مكتوبة مفهومة للقارئ العادي. التحرير الصحفي أيضا هو إعداد المادة الصحفية للنشر، سواء كانت خبر، تحقيق، تقرير أو حوار. يقوم بها المحرر الصحفي بعد استلامه المادة الصحفية من الصحفي الميداني. هناك صحفي في المكتب اسمه صحفي مكتبي، وهناك صحفي ميداني، هناك محرر مكتبي وهناك محرر ميداني، نفس التسمية. يقوم الصحفي الذي في المكتب أو في مبنى الصحيفة بإعادة صياغة المادة، مراجعتها وفقا لسياسة تحرير هذه الصحيفة. يهدف التحرير الصحفي إلى جعل النص الصحفي يتناسب مع سياسة الصحيفة وتحرير الأخطاء التي قد ترد في الحقائق والمعلومات وتصحيحها ومن ثم تصحيحها. يجعل النص الصحفي يتناسب مع المساحة المحددة، يقوم بتبسيط وتوضيح وتصحيح لغة النص الصحفي وتوضيح معاني هذا النص ومراجعته من أجل التأكيد من الموضوعية، من السلاسة، من المنطقية، وتعديل أيضا لهجة النص الصحفي عند الضرورة. جعل النص الصحفي يروق لقارئ الصحيفة، تسهيل عملية الإخراج الصحفي، وهي آخر مهمة يقوم بها يعني هيئة التحرير، حتى تسلم المادة لسكرتارية التحرير لتقوم بإخراج الصحيفة أو المجلة بشكلها المعتاد. تحرير الصحيفة أو المجلة يتكون من ركنين أساسيين، هما التحرير الصحفي ماذا قيل والإخراج الصحفي ويجيب عن كيف قيل.
تحرير الصحف المحافظة أولا معنا هي صحف النخبة، صحف المحافظة هي صحف النخبة التي تتناول موضوعات بدقة وموضوعية، تلتزم بالجدية، تلتزم بالاتزان في معالجة الأخبار والأحداث وفيما تستخدمه من أساليب فنية في عملية الإخراج، ولها جمهور معين. هناك بعض المحددات التي تشكل شخصية الصحيفة المحافظة من الناحية التحريرية هي التزامها بالصدق بالجدة والموضوعية والدقة فيما تنشر من أخبار، تهتم بعناصر الأهمية والمصلحة والتوقيت والتوقع والضخامة في الأخبار، تهتم بالشؤون السياسية والاقتصادية والعلمية، وتهتم بالشؤون الخارجية. غالبا تنشر الصحيفة المحافظة باللون الأبيض واللون الأسود، مثلا هذه صحيفة الدستور، لاحظوا يعني أخبار هادئة، يعني جادة ملتزمة، لا يوجد فيها إثارة، تستخدم الصورة لكن بأسلوب مهني، بأسلوب محافظ كما في صفتها صحيفة محافظة. تحرير الصحف الشعبية تأتي وهو النوع الثاني من أنواع الصحف. ظهرت الصحافة الشعبية في سبعينات القرن الماضي في أمريكا، عرفت بالصحافة الصفراء، صحافة الإثارة، وذلك نتيجة لما تنشره من مواد، لذا يعني انتشرت ووصلت لأكبر عدد من الجمهور، بالإضافة إلى موادها الصحفية المثيرة للجدل، تعتمد على الإخراج الصحفي لصفحاتها الملونة المثيرة، حتى إخراجها أيضا يثير الجدل ويجذب القارئ بطريقة مثيرة. هناك بعض المحددات التي تشكل شخصية الصحيفة الشعبية، وهي الاهتمام بعناصر الإثارة والتشويق والإنسانية والطرافة والغرابة في أخبارها، تهتم بالشؤون المحلية من خلال اهتمامها بالمواد الاجتماعية الرياضية الفنية ومواد الجريمة ومواد الجنس ونشر القصص والروايات، تهتم أيضا بالكاريكاتير الساخر وصور الفتيات الجميلات وبريد القراء، وكذلك تهتم بالمسابقات والأسئلة العامة، الكلمات المتقاطعة، الألغاز، أيضا تهتم بمشاكل القراء العاطفية والنفسية، ترد على استفساراتهم بهذا الخصوص وكذلك مشاكلهم الصحية، وتخصص مساحة لكل ما ذكر، مثل هذه الصحيفة صحيفة صباح الخير، انظروا الإثارة فيها كم مساحة الصورة، تركز على موضوعات من التي تجذب القراء، من هو القارئ، خاصة العوام والعوام الجمهور يختارون المواد المثيرة. وأيضا حتى في عناوينها السياسية تستخدم هنا يعني عناوين جذابة وبراقة ومثيرة وعاطفية. تحرير الصحف المعتدلة، وهي الصحف التي تقف في الوسط بين الصحافة الشعبية والصحافة المحافظة، تأخذ عن الصحف المحافظة بعض ما تلتزم به من جدية واتزان في اختيار الأخبار والموضوعات وطرق الإخراج الفني، وتأخذ عن الصحف الشعبية بعض أساليبها في جذب أكبر عدد من القراء. وهناك بعض المحددات التي تشكل الشخصية الصحفية المعتدلة، وهي وجود توازن في المواد التي تنشرها بين عناصر الإثارة والشهرة والتشويق والإنسانية والطرافة والغرابة، وبين عناصر الأهمية والمصلحة والتوقع والضخامة، وكذلك محددات الاهتمام المتوازن بين المواد الصحفية المهتمة بالشؤون الداخلية والشؤون الخارجية، وكذلك الاهتمام المتوازن بنشر الأخبار الجادة كالمواد السياسية الاقتصادية الرياضية الثقافية والعلمية، والأخبار الخفيفة مثل المواد الاجتماعية كما قلنا والرياضية والفنية، وأخبار الحوادث والجرائم. هناك توازن. هذا نموذج صحيفة آخر ساعة، انظروا كيف تجمع بين ما جاء في الصحافة الشعبية والصحافة المحافظة المعتدلة، تأخذ الصورة، تأخذ اللون الأحمر مثلا من الصحافة المثيرة، تهتم بالصورة أكثر مثل الصحافة المثيرة، ومع ذلك تهتم بالأخبار الجادة، تجمع بين الشخصيتين الماضيتين، تجمع بين أسلوب الصحافة الشعبية المثيرة وبين الصحافة المحافظة. هذه هي الصحف المعتدلة وهذا نموذج. نأتي إلى الإخراج الصحفي، والإخراج الصحفي هو فن
صحفي ويعني يقوم بعملية عرض المادة التحريرية المكتوبة عرضا يحقق الجمال، يحقق المتعة، يحقق الوظيفة كلها في آن واحد، لأنه يعمل على توصيل المادة إلى القارئ بطريقة سهلة ميسورة. القارئ ينظر وعينيه تقع على هذا العمل الفني، على هذا الاتزان في الإخراج، على هذه الجاذبية بصورة جميلة شيقة تعمل على جذب هذا القارئ لمادة هذه الصحيفة والمطبوعة. وعلى ذلك يمكن القول أن تيسير عملية القراءة وتحقيق الانسياب البصري على سطح الصحيفة المكتوبة هما جوهر عملية الإخراج الصحفي. ويمكن القول أيضا أن الإخراج الصحفي هو عملية بناء وعرض الصحيفة، فالبناء يتم بصورة جيدة إذا توفرت المواد الخام، المواد التحريرية المتنوعة من الخبر، الرأي والتحقيق، المقال يعني الرأي مقصود بالمقال والتحقيق والاستطلاع. وكذلك العرض يكون أكثر جمالا إذا اكتملت المادة مع الإخراج الصحفي. والإخراج الصحفي هو كما قلنا فن ترتيب الصور والمواد الصحفية بحيث تكون أكثر تناسقا وتأثيرا وجمالا. والإخراج الصحفي هو المهمة التي يطلع بها المخرج الصحفي. المخرج الصحفي إذا يسمى سكرتير التحرير أو سكرتارية التحرير، تقع على عاتق هذا المخرج الذي يعمل ضمن طاقم سكرتارية التحرير الصحفي ويكون مسؤول يعني مباشر عن إخراج الصحيفة والمجلة، يعني الذي تقع على عاتقه كما قلنا مسؤولية تحديد كافة الملامح الخاصة بالشكل الذي تقدمه المادة الصحفية أو الذي تقدم المادة الصحفية من خلاله إلى القراء. فالإخراج الصحفي هو إحدى أهم خطوات الصحيفة أو المطبوع الصحفي، وهو الخطوة المتصلة بالمظهر الخارجي للصحيفة بشكلها الفني، أي تلك الجوانب المرتبطة بالمضمون المؤثرة فيه والمعبرة عن هذا المضمون الصحفي. هذا شكل الإخراج الصحفي، ماكت لصحيفة معينة. انظروا هنا كيف نضع العناوين، الصور وعناوين مع عملية التوازن، لاحظوها ما لديه قدرة على الدقة سيفهم أن وضع هذا يعني هذه الصورة ربما أو هذا العنوان هنا بالتوازي مع ما يقابله، هذا صحيح صغير لكنه صورة أعرض من هذا العنوان، هذه الصورة تحدث توازن. وهكذا في بقية المجالات، هنا ربما إعلانات متوازية. وهذا هو أسلوب الإفريز في الإخراج الصحفي. إخراج الصحف المحافظة يتشكل من خلال المحددات التالية: أولا استخدام المنشطات الهادية. الصحيفة المحافظة تستخدم المنشطات الهادية غير الملونة إلا في حالات نادرة. التحفظ في استخدام الصور وخاصة في الصفحة الأولى، يعني لا ينشر كثيرا صور في الصحف في الصفحة الأولى. التركيز أكثر على المتن، على الحروف الطباعية، حجمها أيضا، حجم هذه الصحف المحافظة يأتي من النوع الستاندرد الكبير. إخراج الصحف الشعبية يتشكل من خلال المحددات التالية: استخدام المانشيتات العريضة الضخمة الملونة خاصة التي تستخدم اللون الأحمر، والتوسع في استخدام الصور في الصفحة الأولى والصفحات الداخلية، ثم استخدام الألوان في الطباعة وحجمها هو الحجم النصفي أو التابلويد، صحيفة نصفية. الصحيفة الشعبية صحيفة نصفية، بينما الصحيفة المحافظة يأتي حجمها كبير. إخراج الصحف المعتدلة يتشكل من خلال المحددات التالية: استخدام المانشيتات الهادئة بالنسبة للمواد الصحفية الجادة، وفي نفس الوقت استخدام المانشيتات الصارخة بالنسبة للمواد الصحفية الخفيفة والظريفة والطريفة. التحفظ في استخدام الصور مع المواد الجادة، ولكن هذه الصور تستخدم مع المواد الخفيفة. بعض الصحف المعتدلة تستخدم الحجم النصفي، وبعضها يستخدم الحجم الكامل للصحف. إذن هذه تجمع بين المدرستين السابقتين أو بين النوعين من الإخراج السابقين. قراء الصحف المحافظة، يتشكل قراء الصحف المحافظة من خلال المحددات التالية: ارتفاع درجة التعليم والثقافة
وارتفاع مستوى الدخل وارتفاع الأعمار، معظم القراء أيضا من الرجال. أما الصحافة الشعبية أو قراء الصحافة الشعبية، يتشكل قراء هذه الصحف من خلال المحددات التالية: انخفاض نسبة التعليم والثقافة لدى هذا الجمهور، ومستوى الدخل أيضا منخفض، الأعمار أقل من يعني ربما المراهقين، ليست الأعمار الكبيرة من تهتم بهذه الصحافة. لديها قراء أكثر من فئة النساء على عكس الصحف المحافظة، كان القراء كما قلنا من الرجال. أيضا قراء الصحف المعتدلة يتشكل من خلال المحددات التالية: ينتمي قراءها للطبقة الوسطى، وهم من متوسطي الثقافة والتعليم. نأتي للأنشطة والتكاليف. السؤال الأول: قارن التحرير الصحفي بين الصحيفة الشعبية والصحيفة المعتدلة. السؤال الثاني: قارن بين قراء الصحيفة الشعبية وقراء الصحيفة المعتدلة. نلقاكم في الحلقة القادمة أعزائي الطلبة، سنتناول فيها الصحافة الإلكترونية. أشكركم على المتابعة والتركيز، وإلى اللقاء.